فيه نعملوا ريفيرونس للكسكسي وخلي اللي يحب يعمل كسكسي بالكرباتي مش دبراسه. كيفاش تقول اللي هالكسكسي هذايا اللي المود دو كويسون اليوم اوروبا تشري في جرته خلقناها احنا وخدناها في البلاد هذيا راهو نقول سيبو نقول دور عاملين في لي ساشيه في مدرهون وندير شنطه. شنو علاقتنا احنا بالقناويه وعلاش اسمها القناويه واحد اللي في المغرب يسميها الملوخيه وكنقولوا قناويه نقولوا راه جايب الجينيه دونك اون افي دي ريلاسيون مع اثينيا. الثقافه الثقافه هذيا تجعل منا وان الناس متاصلين وكنقول جبت فيوز اذا كان طولت شويه اذا كان اقسم لازم مفهول وكنقول قلنا نتكلموا توا نقول كبركوز ناس كلمه لا كلمه لاتينيه سي بوركوس سي لو بيتي دو بور خذاوا المسلمين هذا ما عندنا بلو دو بور نحاوا ردوها تاع وقت اللي تلقى روحك في ولا هون في تونس كنا عندنا تكست كنا هذيك كتبناه خرجنا من الفشله تاع الواحد وعملنا مشينا لباب شويق واحد ما في حتى كلمه عربي الكل كلمه تونسي ست كلتور اللي احنا متجذرين فيها من ناحيه وهنا سيميلي لان تونسي من بهير وستين كارفور معناها مانيش إلى سيميل فاسيلمون محمد عبد الوهاب مصدوق قالوا له درجه ولا واحد قال هذا يغني بكذا قالوا له توصل قالوا والله وين الشاب هذا تعطيه يغني لك بالمصري يغني لك يغني لك بالسوري يغني لك يغني لك بالبلاد يغني لك دونك هذه حاجة الحاجة الثانية الفضاءات الثقافية في تونس ما تنجموش تصوروا قداش فما فضاءات ثقافية مساحات وانا ماشي ساحه قصبه فضاء ثقافي لو كان جات الدنيا دنيا راهو كليك دلامي غاديك فاتني ولا مره ولا اثنين ولا ثلاثه والناس تستهزب لهم اخلاق لو كان جات الدنيا دنيا فرقه صغيره مصغره بتاع الراشديه في الحلفوين تعمل شنايه من السبعه حتى الثمانيه لان اليوم يلزم الثقافه تمشي للتونسي ما نستناوش حتى يجي للثقافه ما عادش عنده مش ما عادش عنده وقت وما عادش عنده مال باش يمشي اليوم يشري في جنود الخبز لازم توصل له الثقافه اللي هو دونك حلال الفضاءات هذو زادوا انما زاد مش حلال هم مش عاملين كونكرونس بين بعضهم على الاقل يتكلموا على الاقل يتخصصوا ثم يا اخي هالبيسيفاليزم تاع وزاره الثقافه شاد في جهه والبلديه في جهه وما هذا ما يعطيش هذا وهذا ما يعطيش هذا شو ذنبنا احنا؟ شو ذنب تاعنا؟ وشو ذنب اياها وقت اللهودة تعمل حفل هنا والاخرى ما تشدش هنا يعمل لها حفل من غد ويجي قبل هذا وما ياك كاسكي بتون بانون. حاجة ثالثة رانا في بلاد دو تراديسيون وراس دو تراديسيون وراس انا نشوف الشعراء يسموا يقراوا شعر il faut faire des clubs de lecture في كل حومه دي كلوب دو لكتور يقرا ست ورقات اربع ورقات خمسه ورقات ونوجهوا شو يقرا ونوجهوا خويا بيبليوتيك روز بيبليوتيك بيرت ودرا شو ندرا شو نهبطوا للدباخين نشريو ونمشيو نقراو للعباد هذه افكار هكا واذا كان فكره خليني نقول لك لا احنا راهو باش نحكيو هكا باتون رومبو عبد السلام سي انا مش نحكي على التاريخ مع عبد الحميد انا مش نحكي على التاريخ مش نحكي على يمكن بين النظره بتاع قبل والنظره بتاع توا من اللي انا قاعد نواكب فيه من سيم ما شباب ما تاني نشوفهم ولا نقابلهم ولا اللي صحابي ولا اللي نشطهم لهنا في النادي. ملي كنت في السينيور ستاماتور فكرة. ملي كنت في السينيور ستاماتور في طرحة الاكسبيريونس اللي عملتها كي مشيت بالاحجار والميزون فيستي. انه بالنسبة لجينيراسيون جديدة فالمشكلة اللي بالنسبة لهم الفضاءات الثقافية الموجودة في المدينة هي غيان كو باتريمون معناتها كو تراث يزوروه التوريست كل عام يجيو يعملوا دورة يعملوا تصاور فمن يمشي كي ديجا شفنا حاجة أنا ومدام هدى سناية أنه كي كل عبد راه عندك دو فوتور الانسكريبسيون راه هكا وهكا يقعد بيت وين وقتاش وكيفاش ما يعرفوش اللي فما بالحق ديزاكتيفيتي في المدينة فما نوادي وفما نادي شعر ونادي موسيقى ونادي تصوير ونادي سينما بعيد عليهم الشيء هذا السؤال اللي يطرح
المدينه وجمعيه سياده المدينه والنوادي ومديري دور الثقافه اسكو مش قادرين تقيمين بالدور اللازم لايصال المعلومه والا العمليه معناتها الاشهار الثقافي انه راهو موجود ديزاكتيفيتي في السنتر كولتورال في المدينه والا النظره نتاع الجينيراسيون الجديده تبدلت انه ولات ماشي اكثر لي سنتر كولتورال اللي موجودين في بلايص اخرين كما في مرسى وسنتر كولتورال مانزاسيس والا الجينيراسيون الجديده ما عادش تهتم بالثقافه معناتها هذوما لي دو شومان اللي نجمو نحكيو فيهم الشمال الاولاني الكونيسونس نتاع لي اسباس هذوما والشمال الثاني انه ما عادش فما اهتمام بالثقافه من جينيراسيون جديده كان ما عادش فما اهتمام علاش؟ اسكو من نقص نتاع لي زاكتيفيتي كولتورال والا ما تنجم تكون عوامل خارجيه كما العوامل الاجتماعيه الموجوده العوامل السياسيه ولا حتى التغيرات اللي طرات في الاعوام الاخيره هذا هو معناتها الفرق بين قبل وتوا معناتها الفرق انه هاني قلت لك المدينه قعدت بلاصه محلاها نمشي ولا باتريمون سي توريستيك انه جوست العباد تمشي تشوف تتفرج ديجا الغلطه من الاسم من الاول الغلطه موجوده من الاسم تاع الوزاره من الاول وزاره الثقافه والمحافظه على التراث ما عادش هي ما كانتش هي ما كانتش من بعد من بعد يبقى نقول لهم السيستم كامل الثقافه المحافظه على التراث انسبت الثقافه الى التراث وانسب الشباب الى الرياض وزاره الشباب والرياض معناتها نورمالمون وزاره الثقافه والشباب ما حاجه كم فهمني ما نحسش ما نحسوش اسم برك نحسو تمشي كامل الثقافه هي تراث والشباب هو رياضه فهمني وهذا اللي عشنا في الوقت هل الثقافه الى حد يومنا هذا تراث والا معناتها الشباب ما عادش يهتم بالثقافه احنا خرجنا شويه من الموضوع اللي حبينا نحصلوه من الاول اما ما نسالش